حبانا في كل مكان بنرحب بيكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أمل جديد. وفي كل مرة فيها بنتقابل مع الرب. الرب بيعلن لينا إعلانات عظيمة أنه يريد أن يصنع رجاء وأمل جديد في الواقع في الظروف الصعبة اللي بنمر بيها على المستوى الأسري وأيضًا على المستوى الشخصي. عايز النهارده أرسل ليك رسالة خاصة من خلال كلمة الله أنه يوجد رجاء. يوجد باب مفتوح ويوجد امل ان الله يعيد اصلاح كل امور اتكسرت كل انقسام كل شروخ حصلت في البيت بينك وبين مراتك بين حضرتك وبين زوجك بينكم بين الاولاد في اسم الرب يسوع في هذه الحلقه الله يعيد بناء امور جديده وفي هذه الحلقه دعوني ارحب بضيوف هذا البرنامج ضيوف مميزين جدا للامانه جناب الأسيس جون صمويل راعى كنيسة النعمة الأولى بالمقطم وزوجته الفاضلة الأخت مرجو مرجو نبيل خادمة في مجال المشورة الكتابية وفي الحقيقة أنتم ناس مميزين جدا وغالين جدا على قلب رب وعلى قلوب ناس كتيرة وعلى قلب أنا كمان رب يبارككم ربي في الحقيقة اه احنا اتقابلنا مع بعض النهاردة مش انكم خدام واشكر رب من اجلكم من حضرتك خادم والاخت مرجو خادمه وبتخدموا رب من وقت طويل لكن سر اجتماعنا النهارده مع بعض واحنا بنقدم هذه الحلقه إنكم كنتم بتعيشوا ثلاث اتجاهات او في ثلاث مستويات المستوى الاول كزوج وزوجه زي اي زوج وزوجه بتقابلكم تحديات كان عندكم توقعات قبل الجواز بعد الجواز دخلنا في اختبارات ومراحل معينة والمستوى الثاني ان كنتم مؤمنين واختبرتم الرب وليكم اختبار حي وقوي مع رب واعتقد طبعا هذا الاختبار كان قبل الارتباط والمستوى الثالث ان كنتم خدام بتعلموا كلمة الله وبتكونوا مسؤولين على جيل من شباب وشابات وايضا كراعي حضرتك مسؤول على الاسر اللي موجوده في الخدمه وفي الكنيسه خليني النهارده ابدا اول سؤال واكون أه أه بطلب من زوجتك الفضله الاخت مرجو انها تكلمنا حضرتك اولا عرفت رب سنه كام 1993 1993, 1993 واتجوزت سنه كام 2003 مجد الرب يعني 10 سنين <applause> في العشر سنين دولت رب شكل فيهم شخصيتك وعمل فيها عمل فيهم في العشر سنين رب أمور اديتك الإمكانية أنك أنت تفكري بوعي في الارتباط صح؟ مظبوط لما في يوم الايام بدات تفكري ان في ناس بتيجي تتقدم لك وانك انت لازم هترتبطي وهيكون ليكي شريك حياه ايه القواعد وايه الاساسيات وايه الافكار اللي كنت حطها في قلبك او رسماها في ذهنك لشريك الحياه على ثلاث مستويات انك انت هتبقي زوجه وهتبقي مسؤوله عن بيت زي اي حد بيرتبط وانك انت مؤمنه وبنت لله وانك انت كمان خادمه فادينا من الواقع مش من الوعظ ايه الاساسيات اللي كانت في قلبك علشان نقدر النهارده نقدمها لكل اخت لسه ما ارتبطتش وبتفكر في الارتباط او بتصلي من اجل الارتباط وكمان كخادمه بتخدم الرب ومنتظره اكرام الله ليها ايه القواعد والاساسيات اللي تكون موجوده في قلبها في الوضع اللي هي فيه ما قبل الزواج يعني عايزه اقول زي ما عرفت الرب في سنه 93 كان عندي راعيه امينه جدا بترعى حياتي نعم no. و... وعلمتني ازاي احب الرب بجد من كل قلبي نعم no. وده يمكن قادني كتير اني وانا ماشيه في السكه كنت بدور انه آه انا عايزه اكمل السكه دي قوي mm. وعايزه امشي في الطريق ده قوي فطبيعي لما ابتديت اكبر شويه ابتدى يحصل عمليه فيها اعداد للارتباط نعم no. فانا عايزه حد بينهج نفس المنهج انا مش عايزه شخص يكتفي بان هو امن بالرب يسوع وخلص وخلاص لكن كان فارق معايا جدا انه يبقى نفس الشخص بيحب الرب من كل قلبه وعايز يعيش له من كل قلبه وياخد نفس المنهج عشان نعيش احنا الاثنين بالحته دي يبقى ده كان طلب اول حضرتك حطاه قدام الرب وفي ذهنك ان شريك حياتك يكون مؤمن مؤمن ومؤمن آه عايش حياه التقديس وعايش فعلا عايز فعلا يعيش للرب من كل حاجه اختبار حقيقي بالظبط اسالك سؤال معلش اه اتفضل هو احنا ممكن آه يعني نواجه ان في فعلا مؤمنين مزيفين بكل تاكيد طب ازاي ايه الفرق يعني النهارده لو في بنت فعلا بتصلي وعايزه مؤمن حقيقي وبتقدم لها عدد كبير جدا من الشباب وهي مش قادره تميز مين هو فعلا ابن لله ومين وكلهم بيترددوا على كنائس وممكن يكون بيعملوا خدمات معينه وطباعهم لكن ازاي اكتشف ان هو ده المؤمن الحقيقي مش بقول هو ده اللي من الرب ايوه انه مؤمن حقيقي ممكن يكون مؤمن حقيقي لكن مش من الرب ما يكونش هو ده اللي الرب سبق وأعد واعده لكن وضح لنا فكره مؤمن حقيقي يعني بشوف قوي في الحته دي انه لازم يبقوا الاثنين بجد بيعرفوا بعض كويس. نعم. يعني يعني احنا شخصيا انا ما تعرفتش بجون كان واحد بالنسبه لي غريب لكن احنا كنا مع بعض في الكنيسه واحنا صغيرين وكبرنا مع بعض نعم. فانا شايفه تطور حياته شايفه انه فعلا بيحب الرب شايفاه وهو بيخدم بيعمل ايه شايفاه وهو بيتعامل مع اصحابه بيعمل ايه فانا شايفه حاجات كتير فده بيقول لي فده بيقول لي هو فعلا مؤمن حقيقي ولا نعم. حد وخلاص بس فانا انا بشوف انه المعرفه كال... القريبه ان احنا نبقى عارفين بعض دي حاجه مهمه قوي بس خليني برضه اقول لك حاجه عشان نبقى صادقين م. مش كل اخت النهارده عايزه تعيش للرب او ترتبط بزوج صالح او حد كويس مؤدب يعرف ربنا امين آه، تكون هي طلعت معاه في مدارس الاحد او في الكنيسه. مظبوط. طيب لو انا النهارده عندي حد ما طلعش في نفس البيت ولا العيله ولا الكنيسه وقدامه عدد كبير من الشباب او الرجاله آه متقدمين او مقترحين ان هم يكونوا شركاء الحياه. اعرفهم ازاي؟ او اميز ازاي؟ يعني انا بقول انه لو في امكانيه والبيت على مستوى نضوج ويدينا المساحه ان احنا نعرف بعض يا اخواتي نعم. فدي حاجه مهمه قوي نعم. ناخد وقتنا برون. بنسال بعض بنكتشف بعض في حضور بابا وماما بقيود وتقاليد وحاجات مم. مقبوله من مجتمعنا لان احنا مجتمع شرقي الحاجات دي كلها لو توفرت انا اعتقد ان ده ممكن يوصلنا انه نبتدي نعرف بعض ونشوف فعلا هل هيحصل توافق ولا بس ده معناه جناب القسيس ان الاتنين لازم يتوفر لديهم الرغبه ان هم عايزين يعرفوا بعض مش يعيشوا قصه رومانسيه بالظبط وخليني اكمل كمان الجزئيه دي انه يعني اذا ما توفرش الامكانيه انه اعرف الشخصيه اللي قدامي زي ما مارجو بتقول لكن على الاقل خالص كتاب يعلمنا في متى سبعه يقول كده انه من ثمارهم نعم انا ممكن في مواقف صغيره تبين تعاملات الشخص مثلا مع الجنس الاخر هل علاقته بين فيها ريحه الرب بتبان تعاملاته مع الاخرين شهاده الناس عنه الانطباع اللي عند الناس دايما عنه وبكل تاكيد وده المهم انه شهاده البيت عنه فهو مش هيمثل لكن هو هيبقى سايب ريحه طيبه عطر المسيح باين فيه آه لانه زي ما حضرتك اتفضلت وقلت في كتير من الـ الـ خلينا نسميهم المتدينين مم. الكنسيين مم. لكن في الاخر ما عندوش اختبار حقيقي وهو في الاخر مش شخص مزيف اتزرع في الكنيسه ويمكن اتزرع في الخدمه لكنه فعليا مش حقيقي فلكل حد بيفكر يرتبط يعني اتوسل اليك تاكد مم. من ا ب في في اختيارك انه هذا الشخص هو ابن حقيقي للرب وتاكد ان هذه الانسانه هي بنت حقيقيه للرب. تمام ا ب اللي بيتكلم عليها الاسيجون الاساسيات اللي بدونها مش هيكون فيها توافق ولا هيكون في الاخر موفق ولا هتكون هي كمان موافقة وشعر ان هي اصابت الهدف. ايه الاساسيات؟ عندنا منهج صغنن مقترح كده نعم هي عباره عن كلمتين بنقول فيهم انت موفق. ايوه. دي كل حرف من انت موفق دي بيبقى زي ريفرنس لكلمه معينه. ايوه. فاحنا ممكن هنتناقش فيهم ممكن. على طول أيوة. ونقول على طول. فعايزه اقول انه الالف اللي هي ريفرنس لايه؟ هي ريفرنس للايمان. إيمان. والايمان اللي كنا بنحكي فيه من أيوة. شويه، مش الايمان اني في يوم معين سلمت حياتي للرب يسوع ونقطه. ايوه. خالص. لكن انا قررت زي البيبي اللي بيتولد مم. هو بيتولد في الاول بس بيبتدي ينمو ويكبر نعم. وكل يوم بشوف فيه نضج معين وبينمو بطريقه معينه فهذا هو الايمان اللي احنا بنقول عليه نعم انه انه ابقى شايف ان كل يوم انا رايح لشبه صوره المسيح ايوه مشابهين صوره ابنه فدوري ودور على نوعيه الايمان دي الشخص اللي جواه وجوه قلبه انه عايز فعلا يعيش للرب بالكيفيه دي ده لازم يتوفر في الاتنين بكل تأكيد. لو الاثنين كل واحد فيهم في حته طبعا كل واحد فيهم في بلد يبقى اذا مطلوب من الرجل والمطلوب من المراه ان هو يسلك بالايمان ولا يعيش بالايمان ولا يصلي بالايمان ولا يكون ممتلئ من الايمان الجميع الجميع طبعاً. امين طبعاً. طيب خليني بس اسال حضرتك سؤال الايمان بيساعدني ازاي ان انا اصل الى شريك الحياه اللي ممكن يكون سبب بركه ليا في المستقبل الايمان ده هو جزء منه يا دي هو علاقتي المستمره بالرب. نعم. فمعنى علاقتي المستمره بالرب يعني كل يوم انا في اخد وعطا بيني وبينه. فانا بسمعه بفهم هو بيقول ايه، قريب جدا من كلمته، فقادر افهم واميز كويس جدا. مم. فمش هاجي على الخطوه الكبيره اللي هي بتاعه خطوه الارتباط واسال هو انت يا رب عايزني اعمل ايه دلوقتي؟ لكن دي حاجه ابتدت من وانا ابتديت اعرف المسيح مم. ومكمل معاه. بس فما في القرارات الكبيره هبقى قادر اسمع وقادر افهم منه اتحرك ازاي ومين هي شريكه حياتي. سي جون الاخت مارجو بتقول كلام كبير. ايوه <applause> وانا بصراحه مش عايز ان احنا نقول كلام وما نعرفش نعيشه. الايمان كتاب بيتكلم انه بدونه لا يمكن ارضاء الله. صحيح. بس انت قلت جمله بصراحه انا لازم اقف عنها ان يكون لي علاقه وشركه مع الله والكتاب المقدس واسمع صوته قصه اسمع صوته دي احنا عايزين نفهمها ازاي ولا سيما في ناس كتيرة تجيلك في, في في على حتى مستوى العيله في المجتمع في الشغل في الكنيسه اقول لك انا حد متقدم لي فطبعا تلقائيا كخادم تقول له صلي واطلب وجه الرب ايوه طب اقول لك امين انا صليت لكن انا مش قادر اميز مم. ولا سيما لو اتنين متقدمين في نفس الوقت تقول له طب اسمع صوت رب انت بتتكلم على حاجة يعني بالنسبة لها ايه صوت الرب والرب بيتكلم ورب بيتكلم في الكتاب صحيح. ايه القصة دي يعني ازاي اصل للمستوى ده او ايه هو المستوى اللي الاخت مارجو بتتكلم عليه مستوى العلاقة الحقيقية وسماع صوت الرب خليني يعني ادي مثل بسيط نعم. يعني ممكن يساعد كل الاحباء المشاهدين في انه نفهم ببساطه يعني ايه اميز صوت ربنا نعم. خليني ادي مثل انا وحضرتك أيوه. احنا على علاقه طيبه من مده كبيره وبنتعامل مع بعض وبنتقابل مع بعض وبنخدم مع, مع بعض لو حضرتك فرضا يعني انا اول مره اشوفك شفتك مره واحده بس م. وجيت في مره بكلمك ايوه مساء الخير يا باشمهندس وجيه انا فلان فلاني, فلاني تقول لي معلش مين؟ أقول لك أنا فلان طب فكرني تقابلنا فين؟ مم. طب احنا فين وفين على مم. محاول أفكر حضرتك بيه أيوه. بينما العكس لو أنا وحضرتك على علاقة طيبة مستمرة. وعشرة أيوه. مستمرة تون طبقة صوتي في ودن حضرتك باستمرار أيوه. بالدرجه اللي بيها لو انا جيت كلمت حضرتك من رقم غريب هتقول حتى لو مش نمرتي هتقول لي ايوه ايه ده مش مش نمرتك ده مش رقمك فانت عرفت صوتي على طول نعم وبهذه الكيفيه انا النهارده لي علاقه بالرب يوميه يعني ايه لي علاقه بالرب يوميه زي ما مارجو قالت انا بعد قدام الرب لي صله اللي هي جايه منها خدنا كلمه صلاه نعم. فانا بصلي بكلم الرب بتكلم معاه له عن مشاعري بسأله وبنتظر أنه يجاوبني ليه علاقة بكلمته م. فأنا الكلمة ونفسي اؤكد تاني على دور الكلمة اللي يمكن سامحني لو قلت أنه كتير من أولاد الله قافلين الكتاب مهملين. المقدس مملين في مملين جدا في الشبع من كلمة الله بالضبط والكتاب يقول كده انه الى الشريعة وإلى م. الشهادة ان نعم. لم يقولوا مثل ذلك فليس لهم فجر بحقيقة. فرجوعنا التاني للكلمة وللعلاقة الحية مع الرب يخليني دايما باستمرار باستمرار انا متعود على صوت الرب نعم. بالدرجة اللي بيها لو أنا جيت النهارده في موقف زي اختيار شريك الحياة أنا هبقى أميز صوت الرب هبقى قادر اسمع صوت ربنا هبقى قادر اميز انه اه ده ربنا بيكلمني النهارده في الكتاب المقدس دي مش صدفه ايوه هبقى قادر اميز ان الصوت الداخلي اللي جوايا ده ده صوت الرب مش صوت مشاعري اللي اتعلقت بفلان ايوه هبقى قادر اميز انه لا ده الراحه اللي جوايا دي مش مصدرها انه اهل العروسه كويسين ولا ان هي ملكه جمال العالم لكن ده واضح ان ده صوت ربنا علاقتي بالرب هي اللي هتقودني اني ابدا اميز واسمع صوته كويس وخليني اكد تاني في جمله إنه سماع صوت ربنا سك يعني لو فكرنا بس نتكلم عن هذا الموضوع مش كلام بسيط. حلقتين ثلاث. سلوك وحياة. صحيح. الحياة. صحيح. طيب أنا عندي سؤال. شوف مين يحب يرد. <applause> لو إحنا خدنا النقطة الأولى وقلنا إن هي واقع وخرجناها من 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 شكل الوعظ لأن إحنا بنسمع وعظ كتير. وجينا النهاردة قلنا أمين ده ما قبل الزواج يبقى أنا الـ الـ الخطوة الأولى لكل بنت وكل ولد كل شاب وكل شابة من فضلك كون في علاقة إيمانية حقيقية مع الله علشان الله يقدر يكلمك وإيمانك هيكون سبب بركة لإعطاء التمييز لشريك الحياة الذي يتوافق معك لكن ماذا عن ما بعد الزواج؟ وان لو عندنا قابل النهارده لو عندنا زوج وزوجه ما المستوى ده وبعد الارتباط أه وجدوا نفسهم ان هم ما كانوش لبعض وان في خلافات وان ما فيش تفاهم وان ده يقول لها انت ما كنتيش ليا وانا كنت هاخد فلانه وده كان هياخد فلان هل في علاج او في فرصه ان النقطه رقم واحد اللي هي الايمان تتزرع في البيت من جديد؟ ولا ما بعد الزواج مفيش أمل؟ إيه رأيكم؟ طيب أنا ممكن أقول حاجة وأسيب مارجو تفهمني. هفترض مع حضرتك إنه آه يعني زي ما حضرتك قلت إنه في زوج اكتشف إنه لا ده أنتِ ما كنتِش اختيار ربنا نعم. أو أنا غلطت في الاختيار أو 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 وهصعب الموضوع شوية وهقول إنه ممكن يكون حد النهاردة بيشاهدنا لم يكن متعلم كيف يختار شريك حياته أيوة واساسيات الـ الـ زي ما احنا بنتكلم دلوقتي الايمان فانا اخترت انسانه مش مؤمنه او هي اختارت انسان مش مؤمن أيوة الكتاب المقدس بيعلمنا أيوة انه بيتكلم عن النساء يقول كده لما يجي يكلم النساء يقول كده على الرجال الذين لا يطيعون الكلمه مم يقول كده ان كان البعض لا يطيعون الكلمه مم يربحون بسيره النساء ايوه ففي امل اه في امل في امل, في أمل. انا ما ياما ما. ياما بقول لسيدات فضليات م. في 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 خدمات من فضلك ما تروحيش توعظي جوزك أيوة. خليه يشوف المسيح في حياتك بطريقه عمليه بالظبط كده يشوف المسيح فيها في سلوكياتها في تعاملاتها في في حياتها في البيت ده هيقوده ان يتساءل ويرجع للمسيح يعني انت حضرتك عايز تطالب طرف من الطرفين ولا الطرفين طبعا الطرف انه يبدا يتحرك تحرك ايجابي ويتصرف تصرف ايماني حتى لو الطرف الثاني بيتصرف تصرف سلبي بكل تاكيد طيب هذا الايمان هيكون سبب بركه لتغيير الواقع اللي هم فيه بكل تاكيد لما انا اكون بعامل شريك حياتي لو انا انسان بعيد عن الرب نعم. وبعامل شريكه حياتي بشكل وحش والطبيعي مم. ان هي ينفع تبادلني بالمثل وتتعامل معايا الند بالند اتفاجئ انها ايه ده؟ ايه كم المحبه ده؟ مم. ايه القبول الغير مشروط ده؟ مم. ايه الغفران ده؟ مم. ايه الصوت الواطي ده؟ مم. ده غيرها بتعمل وبتعمل وبتعمل مم. انا هبدا قلبي يتحرك هي مالها؟ هي ايه ايه سبب الرجاء اللي فيها؟ ايه اللي مغيرها بالشكل في ده؟ في تغيير مفاجئ حصل بالظبط فده كانت المزر. غضوبه اصبحت وديعه صحيح كانت بتتصرف تصرفات معينه بتتصرف دلوقتي تصرفات جميله بالزبط. يعني اذا انا يعني عايزين نوجه رساله لكل زوج وزوجه اقبل كلمه الله تغير في سلوكك بالظبط كده اقبل كلمه الله وايمانك انه يغير في طبيعتك فالطرف الاخر ده اللي تقصده حضرتك طبعا يشوف ان في حاجه بتتولد فهو كمان يتشجع طبعا ده شيء رائع صحيح كتاب مقدس بيتكلم عن كلمة الله إنها زي المرآة نعم. الإنسان يرى ينظر وجه خلقته في مرآة المرآة دي هي كلمة الله أشوف من خلالها عيوبي ورب يكلمني ويغيرني من خلال الكلمة المقدسة مجد رب النقطة الثانية تفضل حضرتك كنت عايز تقولي حاجة عندي إضافة صغننة تفضل حاجة تعلمتها من دكتور ماهر صمويل كان بيقول كده لو جوزت جوازة غلط عيش في الجوازة الغلط بطريقة صح أيوه فاحنا مش الفكرة إن احنا نقعد ندور نقول اختيارنا كان غلط ولا أيوه. صح. دي حاجة خلصت. أيوه. لكن قرر تعيش في الجوازة الغلط دي بطريقة صح هتلاقي إنه إيد الرب معاك وربنا عايزنا بيوت منورة. يعني تقصدي حضرتك إني ما نستسلمش. خالص. وما نقعدش نبكي على الماضي. خالص ولا نقول إنه الحل إنه أصل احنا قررنا غلط فخلاص هنكمل غلط. لا في ناس بتاخد قرارات تانية، الهروب. لك انا مفيش حل غير بقى خلاص اسيبها او هي تقول انا هسيبه وكل واحد يسيب البيت آه يعني في امل مؤكد امين عشان كده البرنامج بتاعنا اسمه أيوة امل, أمل جديد. جديد في اسم رب يسوع أمين. امور عظيمه امين النقطه الثانيه خليني انا اشارك بفكره بسيطه عن نعم. النقطه الثانيه مارجو قالت إيمان. ايمان ايمان اللي الجمله اللي قلنا فيها الكلمتين انت موفق النون هي بتتكلم عن النضوج ايوه ودي نقطة مهمة جدا 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 في الارتباط. نعم هل انا محتاج اسال نفسي هل انا انسان ناضج؟ م. هل الطرف الاخر ده انسان ناضج ولا لا؟ م. ناضج يعني ايه؟ خليني اقول لحضرتك مثل بسيط. اي حد مثلا بيحب نوع فاكهة معين. انا مرة كنت في احدى حدائق المانجا و, و... راجل قال لنا يعني اتفرجوا واتفضلوا وشوفوا المنظر، انا اول مره كنت اشوف شجره مانجا على الطبيعه يعني، شجره جميله جدا والسمر من بعيد شكله رائع سمر المانجا، مم. قربت منها ومسكت سمره مانجا لقيتها الحجر، مم. مع انها من بعيد شكلها حلو قوي، مم. بس نشف. ادركت انها ناشفه جدا مم. وبكل تاكيد ما ينفعش تتاكل أيوه. خالص، لكنها من بعيد شكلها حلو أيوه. النضوج في الارتباط أحيانا بيكون بنفس التشبيه. مم. الإنسان شكله حلو من بره. الولد جذاب، الشاب جذاب، ممكن يكون لبق، بيشتغل وظيفة كويسة، البنت جميلة، أمورة، طبعاً من عيلة حلوة،, حلوة، الوضع المالي كويس. صحيح، اجتماعياً كمان كويسين. مم. بس لما أقرب منهم محتاج أتأكد هل الثمرة دي نضجت ولا لأ؟ تقصد نضوج إيماني ولا نضوج فكري؟ الحقيقة مم. كل الأوجه. يعني ايمانيًا ناضج، ليه علاقة بكلمة الله. مم. مم يعني قادر يقول انه ماشي مع الرب سكك وبيكبر. علامات الحياة هي النضوج، إحدى علامات الحياة المهمة جدًا جدًا مم. هي النضوج، ما ينفعش طفل يتولد ويفضل لغاية سن 10 12 سنة برضه في حجم طفل عمره 40 يوم مثلًا. استحيل. وبيفكر بنفس طريقه بكل تاكيد طفل صغير بيعايز ياكل اكل الاطفال بالظبط ودي كيف. حاله روحيه على فكره الكتاب بيتكلم عنها بيتكلم عن الطفوله الروحيه بولس قال في وقت من الاوقات لما استطع ان اكلمكم مم. كروحيين بل كجسدين كاطفال في أي. المسيح أي. فكان بيلومهم على الحته دي فالنضج هو انه الشخص ده بيكبر في العلاقه بكلمه الله نعم لكن كمان زي ما حضرتك قلت فكريا الانسان ده دلوقتي ناضج كفايه انه يبدا ارتباط احيانا آه يعني انتهز هذا المنبر الجميل واقول اقول على حاجه في قلبي فانت. ونفسي يعني نركز فيها كل حد بشاهدنا النهارده ارجوك ركز في الحكايه دي من فضلك لا تقبل على الارتباط ان لم تكن ناضجا ان لم يكن الطرف الاخر ناضج انا بشوف من خلال الخدمه يا خوجي كميه من الناس زي الورد زي الورد جمال جدا بس هو ما ينفعش يتجوز دلوقتي هو مش ناضج ولا هي ناضجه أه اسيس للاسف الوقت داهمنا وانتهى وقت الحلقه ومضطرين ان احنا نقف عند فكره النضوج وبنعمه رب الحلقه الجايه نكمل فكره النضوج يعني لان موضوع النضوج موضوع كبير ومهم جدا واعتقد حتى المؤمنين الكبار حتى احنا محتاجين نفهم صح يعني ايه معنى النضوج حبايبي في كل مكان بشكركم من كل القلب من اجل استماعكم لهذه الكلمات الرائعه من تعليم ومن مشوره ومن فكر ومن اختبار حي بتعيشوا اسره حقيقيه هم مش جايين النهارده علشان يوعظوا لكن بيتكلموا على اختبار حقيقي وسر النجاح في حياتهم وسر النجاح ان الله صنع امور عظيمه معهم وكان السيد وصاحب السياده دعونا نتقابل في الحلقة القادمة وسيعطي لنا رب إشراقة بأمل جديد ورب معكم ويحفظكم.